رغم تاريخ التوترات التي لا تنتهي بين واشنطن وموسكو، يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي التخفيف من الحدة ومد اليد إلى الطرف الروسي. فحسب المراقبين يظهر ذلك عقب اقتراح جو بايدن على نظيره الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة في دولة ثالثة خلال الأشهر المقبلة من أجل بناء علاقة مستقرة وفق إعلان الرئاسة الأمريكية. مقاربتنا للعلاقة مع روسيا تقوم على بقائها بمثابة تحدي للطرفين. نتوقع أن تستمر المحادثات المتعثرة والصعبة ونحن مستعدون لمواجهة ذلك. هدفنا الأساسي هو أن نقيم علاقة واضحة ومستقرة مع روسيا وأن تجمعنا محادثات أو حوار يمهد الطريق لتطوير العديد من القضايا. الرئاسة الأمريكية أعلنت في بيان أيضا أن بايدن قد أعرب خلال محادثات هاتفية جديدة مع بوتين عن قلقه إزاء الحشد المفاجئ للقوات الروسية في جزيرة القرم وعند الحدود الأوكرانية، داعيا موسكو إلى خفض التوتر. بايدن شدد في هذا السياق على دعم الولايات المتحدة الراسخ لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، في حين يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة إلى بروكسل لبحث هذا الملف مع نظيره الأوكراني والحلفاء الأوروبيين والحلف الأطلسي. من جهة أخرى، شدد الرئيس الأمريكي على سعيه لبناء علاقة مستقرة مع روسيا تراعي المصالح الأمريكية بحسب البيت الأبيض، مشيرا بالخصوص إلى ضرورة مواصلة حوار استراتيجي حول حظر انتشار الأسلحة وقضايا الأمن. وعليه اقترح بايدن عقد قمة في بلد ثالث لبحث مجموعة من القضايا من دون أن يكشف البيت الأبيض ما إذا قبل الرئيس الروسي هذه الدعوة.